دي الصورة وخدنا التلوين، ده قبل وده بعد. خلينا نتفق ان اول حاجة بتشد عينك في اي فيديو او صورة بتتفرج عليها هي الوانها، التلوين، الكالر جريدنج، والله نفس المعنى. البعبع اللي بيخاف منه او بيقلق منه اغلب المصورين وصناع محتوى كتير، ولكن اعتقد بعد ما تشوف السوفت وير اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وقد ايه بتقدر تطلع منه بنتائج حلوه قوي في ثواني وكمان شغاله على الموبايل والبي سي، فاكيد هتغير وجهه نظرك. ويلا بينا. البرنامج اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه ماتش اب، وانبهرت جدا بادائه في التلوين، وباين قوي من اسمه انه بيعمل ماتش في الالوان لو انت عايز تاخد لوك من فيلم وتطبقه على الصور او الفيديو، وكل ده في ثواني، حرفيا في ثواني. البرنامج عشان تستخدمه عباره عن لينك بتفتحه عندك في المتصفح على الموبايل او البي سي، وبيشتغل معاك كانك نزلت ابلكيشن بالظبط. ويلا بينا نشوف هنستخدمه ازاي. اول ما تفتح البرنامج هتلاقيه فاتح معاك بالشكل ده، والبرنامج بيشتغل على الموبايل والكمبيوتر. هتاخد سكرين شوت من الفيديو اللي انت حابب تلونه او لو حابب تعدل صوره حتى وتفتحها جوه البرنامج، وكل الصور اللي هنا دي تقدر تاخد التلوين بتاعها وتطبقه على الفيديو او الصوره بتاعتك. لو مثلا انا حابب ان انا اطبق التلوين ده، مجرد ما ادوس كليك هلاقي التلوين نفسه اتنقل على الصوره بتاعتي. اللي هيختلف في الموضوع حته الاضاءه، فانت لازم تدوس اديت هنا وتبدا ان انت تظبط الاضاءه هنا، الهايلايت من الجنب هنا مثلا، والشادو لو انت حابب تظبط الدنيا شويه حاجه بسيطه وترجع السكين تون مثلا شويه، وخلاص كده احنا خدنا التلوين اللي في الصوره دي طبقناه على الصوره بتاعتنا. التلوين جوه البرنامج سهل قوي واي حد يتعامل فيه، يعني اي حد، هو مجرد ثلاث مؤشرات هنا والكالر ويل المعروف. لو احنا اللون ده عجبنا خلاص، يعني احنا خدنا نفس اللون هنا طبقناه، عايزين نغير اللون دوت نقدر احنا نلعب برده بالبكره دي، نروح لاي لون احنا عايزينه، نرفع برده هنا السكين تون. لو احنا عايزين نتحكم في درجه اللون الازرق، هو بتلاقيه هو مقسم لك النقط دي على حسب اللوك اللي انت اخترته، يعني لازم تختار اللوك الاول وبعد كده تلاقيه هو مقسم لك النقط دي، والتلوين هتطلع بالنتيجه اللي انت شايفها دي. شوف كده، دي كانت اس لوك 2 بعد التلوين بضغطه زرار في اقل من 10 ثواني كنا لونا اللقطه. تعالى حاجه تانية مثلا، لو احنا هنطبق لون تاني مثلا اللون ده، هتلاقيه اتطبق على الصوره، هتدوس على اديت وتتحكم بس في الشادو بتاعك والهايلايت، زود كونتراست هنا مثلا شويه كده مثلا، تمام. ممكن نرجع شويه سكين تون، هو برضو مقسمها لك، عايز تلون السماء ارفعها فوق، عايز تقللها نزلها تحت، براحتك على حسب ما انت حابب. لو جينا نشوف هنلاقيه فعلا واخد التلوين اللي احنا عايزينه، التلوين اللي كان في الصوره دي اتاخد في الفيديو بتاعنا. عشان تطلع بنتيجه بروفيشنال قوي في التلوين لازم يكون الفيديو بتاعك في نفس المود بتاع التلوين، او العناصر اللي موجوده في الفيديو قريبه من العناصر اللي في التلوين. يعني لو تلاحظ هنا في صحراء في الموضوع وشمس قويه وكده، فالتلوين طلع كويس على الفيديو بتاعي. ما ينفعش مثلا لو جينا اخترنا مثلا الصوره دي هتلاقي ان التلوين باظ خالص، يعني الصوره دي اصلا بالليل او في وقت تاني غير اليوم، والتلوين بتاعها العناصر اللي فيها الى حد ما مش موجوده في الصوره بتاعتي، فمش هتبقى مظبوطه. ومع ذلك لو دوسنا على اديت وبدانا ان احنا نعدل، يعني مثلا رفعنا الهايلايت ورفعنا الشادو شويه كده فوق، وبدأنا نلعب في الويل ديت شويه كده ورفعنا السكين تون، تمام. ركز معايا كده اللي هيحصل، ممكن دي شويه كده كمان، تلاقي نفسك ان انت واخد تلوين اصلا بالرغم ان الصوره اللي انت واخد منها اللوك مختلفه تماما عن الفيديو اللي انت شغال عليه، ومع ذلك نقدر ناخد نتيجه كويسه. دي الصوره وخدنا التلوين، ده قبل وده بعد. يعني الموضوع فعلا الموضوع يعني ورثت جدا، موضوع حلو جدا. يعني ممكن ازود شويه سكين تون هنا كده، موضوع حلو. يعني ممكن ازود شويه كده لحد ما احس ان السكين تون بتاعي بقى مظبوط، طالما في شخص في الفيديو او في الصوره، وخلاص يعني قبل بعد، ودي اللي احنا خدنا منها التلوين. في اقل من ثواني لونا. السوفت وير فيه صور كتير وبينزل لهم ابديت كل فتره، بتلاقي صور اكتر ولوكات اكتر تقدر انت تختار منهم زي ما انت عايز، والدعم موجود على الويب سايت على طول. ومع ذلك في ميزه حلوه قوي في البرنامج، ان انت لو معاك صوره تقدر انت تاخد التلوين بتاعك من الصوره دي وتحطه على الفيديو او الصوره بتاعتك، وده من خلال الفولدر اللي فوق ده بتدوس عليه، ودول صور انا ضفتهم بالفعل. لو مثلا جينا مسحنا الصوره دي تاني اهو وحابين ان احنا نضيفها تاني، بتدوس على الزائد دي وتختار صوره الفيلم اللي انت عايزها. مثلا لو اخترنا الصوره دي وحطيناها ودوسنا كليك عليها، مجرد ما تدوس عليها تلاقي ان التلوين اتطبق على الفيلم بتاعك. وزي ما اتفقنا احنا بنظبط بس الكونتراست والهايلايت، يعني نلعب بس في الكونتراست شويه كده، تمام. وممكن نزود تشبع الالوان سيكا ونرفع حاجه بسيطه بس السكين تون كده قبل وبعد. التلوين اتاخد في ثواني،
لو انا عايز اسيف اللون دوت عندي على الجهاز عندك اوبشنين. الاول انت بتدوس على اكسبورت، الاول انك تسيف الفايل كصوره لو انت تستخدمها في تصميم او في حاجه تانية، بتدي الريزولوشن اللي انت عايزه هنا وبتختار الكواليتي، وبعد كده بتغير الاسم لو انت هتغير الاسم والفورمات بتاعتك بي ان جي او الجي بي جي على حسب، وتدوس اكسبورت. والحاجه التانية بقى وهي ال 3 دي لات، ودي حاجه اسمها لوك اب تيبلز اللي هو ملف لوني كده بتحطه على ادوب بريمير او على افتر افكت او دافينشي ريزولف ايا كان السوفت وير اللي انت بتستخدمه، وبيديك التلوين اللي انت عملته هنا. بتدوس على 3 دي لات وتختار الابلكيشن اللي انت شغال عليه سواء عندك ادوب بريمير او افتر افكت فوتوشوب دافينشي ريزولف فاينل كات برو على حسب السوفت وير اللي انت عايزه، حتى موجود انريل انجن وسينما 4 دي، وتدي الفايل نيم مثلا 02 وتدوس اكسبورت. هتلاقي ان الفايل بتاعك اتسيف عندك على الجهاز، تقدر تفتح ادوب بريمير وتفتح الفيديو وتروح على خانه الكلر وتختار اللات اللي انت عايزه وتطبعه على الفيديو وتلاقيه طالع معاك بنفس النتيجه. زي ما قلت لك البرنامج شغال على الموبايل والبي سي، فاحنا دلوقتي هنجربه مع بعض على الموبايل ونشوف النتيجه اللي احنا هنوصل لها هتكون بنفس الجوده بتاعت الكمبيوتر اللي احنا جبناها من شويه ولا لا. كل عليك ان انت تفتح الرابط اللي انا سيبه لك في الوصف بتاع الفيديو تحت على المتصفح بتاع الموبايل بتاعك، وهتلاقيه فاتح معاك بالشكل ده. هتدوس على الاربع شرط وهتدوس على اوبن نيو ايمج وتختار الصوره اللي انت عايزها او اللقطه بتاعت الفيديو اللي انت عايز تلونها، وهتفتح معاك وهتتبع نفس الطريقة اللي احنا قلناها على حسب السيم بتاع الفيديو بتاعك او الصورة هتختار التلوين. ولو عايزين نستخدم صورة من فيلم برضو هتدوس على الفولدر وتدوس اد للصورة بتاعتك ونفرض الصورة دي، تمام، وندوس اضافة وندوس عليها كليك بس، هتلاقي ان التلوين بتاعها بدأ يتطبق على اللقطة بتاعتك. هتدوس على اديت وتبدأ تعدل في الالوان برضو تاني من هنا كده بالشكل ده. ممكن نبدأ نلعب في الاضاءة بس في الاول كده، كده تلوين تاخد معانا. ممكن بس نرجع نزود اللون الازرق شويه، تمام، وبس في ثواني خدنا التلوين. نقدر ندوس اكس وندوس على اكسبورت، نسيف الصوره ونتاكد ان الكواليتي بتاعنا 100%، ندوس اكسبورت هنلاقيها اتسيفت معانا. ولو عايزين نحفظها الكلات برده من الموبايل هنختار السوفت وير بتاعنا والابلكيشن زي ما احنا عايزين. لو نفرض المره دي هنختار فوتوشوب مثلا ونختار الكيوب سايز وندي الفايل نيم مثلا A1 وندوس اكسبورت، هنلاقي ان الصوره اتسيفت معانا بالشكل ده. برنامج ماتش اب مجاني، تقدر تستخدمه وتعدل عليه الوان الصور بتاعتك وتحفظها بدون علامه مائيه، ولكن لو انت تستخدمه استخدام بروفيشنال، وده اللي انا انصحك بيه جدا، بحيث ان انت تسيف لوك اب تيبلز اللي هي اللاتس بتاعت الفيديو وتلون بيها الفيديوهات بتاعتك على اي برنامج مونتاج انت بتستخدمه، في الحاله دي هتضطر انك تشتريه. وفي خبر حلو جدا ان البرنامج سعره مش غالي، سعر البرنامج $15 اللي هو 230 جنيه مصري، والمبلغ ده بتدفعه مره واحده بس ومش بيحتاج ان انت تجدد اشتراك تاني، والبرنامج بيكون ملكك مدى الحياه، تقدر تستخدمه في اي وقت. عكس البرامج التانية اللي بتطلب منك انك تفضل تجدد اشتراك سنوي بمبلغ معين، تقدر ان انت تكلم الدعم لو في اي مشكله، والبرنامج بينزل له تحديثات مستمره سواء لوكات بتكون موجوده جديده جوه الموقع او بحيث ادوات جديده تقدر تضاف جوه البرنامج. ويعلم ممكن قدام الموضوع يتطور بان انت فعلا ما تحتاجش ان انت تعدل اي حاجه، بدوس زرار بس تنقل اللوك والتلوين مره واحده. ولو انت حابب تجرب السوفت وير بنفسك هسيب لك الرابط بتاعه في اول وصف بتاع الفيديو تحت، انزل وجرب بنفسك وشوف النتائج. استنى رايك في الحلقه تحت، وبناء على التطور الذكاء الصناعي حوالينا والبرامج اللي بتنقل الالوان على الفيديو على طول والصور، هل ممكن في يوم من الايام نصحى من النوم نلاقي ان مهنه الكالرست دي ما بقتش موجوده والناس اللي بتلون افلام دي خلاص ما بقتش موجوده، مجرد برامج بندوس بنديها امر معين او نختار لون من فيلم قديم يتطبق على الفيديو بتاعنا؟ هل تعتقد ان ده ممكن يحصل؟ فانزل تحت قول لي رايك في الموضوع ده، وما تنساش تدوس لايك على الفيديو قبل ما تطلع كنوع من انواع الدعم لو انت المحتوى عجبك. ولو انت جديد هنا ومهتم بالتصوير او الفيلم كينج او المونتاج فتقدر تنورني في القناه وتشترك، يعني كنت شاكر جدا ليك. وبس يا سيدي، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معاكم محمود فوده، سلام. اللي هو الواحد ممكن يصحى من النوم في يوم كده يلاقي مهنه الكالرز دي ما بقتش موجوده، ما هي خلاص بقى يعني بقى كلها برامج بتخش تدوس كده كليك تنقل التلوين من اي حته انت عايزها على الفيديو بتاعك او الصوره، ثواني نكون نقلت التلوين.